ريس علاء، ريس علاء، ايه الاخبار؟ تمام يا ريس. والدنيا؟ اخبارك؟ امام الله. ما كنا على الفرازه. اهلا عرسان جديده. هذا الفلوس دي. ايه رايك فيها دي؟ حق الصلاة على النبي. هات قبل الرجال حق الفلوس. ماشي. على الفرازه جاك. جيبها من نواحينا دول من وين عشان لما لا من البلاد بعيدة مش من هنا ما يجذبون نعرف نغورها لا لا بعيدة ما تقلقش بس انا مزبط الورق يعني لا ما تقلقش تمام كام دي ان شاء الله دي مش حسيبها اقل من 5000 جنيه اليوم مال فراجة فيها المكان مش مسروقة جديدة بقول لك طب جديدة لكن جديدة مسروقة جديدة بقول لك تقول لي مسروقة انت هتاخذ لك فيها 500 جنيه 500 ايه بقول لك ب 5000 جنيه جديدة لسه بكياسة تقول لي 500 جنيه 5000 لما يكون لها ورق بدي ما لهاش ورق ما حتزبط يعني. افراج ما انت يعني وانت لما حتزبط الافراج افتحها ما حتبيعها للزبون بكام؟ فيش افراجات دي مرخصة مسروقة يا تشيل اللوح انا حادي له ورق مضروب وغور هو مطرح ما يروح يروح مسك الضرب هعمل له انا خلاص اخذ فيه 1000 جنيه 500 جنيه 1000 جنيه 1000 جنيه 500 طب انا حبيبي مش حينفع لا 500 جنيه بص حديك 700 ما رضي الله يا عم تمام على البركه كده انت صح ما جبت المكنه دي كي ماخذ 1000 تمام تمام وكنا حاسبين احنا ب 500 برضه ولا يا عم مرض تمام كده انت بقى لك 200 خلاص تمام روح لما تشوف لنا حاجه كويسه الحساب يجمع طلعنا دي نشوف لك حاجه كويسه مفاتيحها كمان اخذ المفتاح ذاتي بيدور عليها ده اه بيدور عليها ده 100 والله تمام كويس خلاص انا لو شفتك حياتنا حبقى اجيك ليه خلاص ماشي خلاص تمام يا زين ماشي يلا سلامك سلام يا ريس علاء معلم علاء تفضل ليك يا اخبارك تمام والله تفضل يخليك يا عم تمام والله اخبارك يا الدنيا حجي علاء تفضل ايه الاخبار تمام لا تمام والله تسلم تعال اشرب والله تسلم والله لا والله والله تسلم اقعد هنا ايه اخبارك تمام والله تمام تمام يا حاج والله العظيم الواحد عاوز له مكان ما يكونش عندك مكان ليك انت اه عاوز مكان يا انت عندك مكان يا حاج انا بتجيني يعني انواع كثيره بس حاليا عندي ضبعه بصراحه كسر زيرو مكنه حلوه يعني بس غاليه شويه نشوف سعرها يا حاج ونتعاوض مع بعض ما احنا خلاص اجيبها لك تتفرج عليها الاول اعطانا وبعد كده يا نتكلم في السعر خلاص يا معلم ماشي دقيقه واحده هجيبها لك تمام يا زعيم مكنة على كيفك تمام يا صاحب الزناد قرشين وقال ابيعها اخذتها منهم مكنة دي مرخصة فيها رخصة سنة ونص بس هو بيخلص ورق عشان التوكيل والكلام ديتي وهيجيبها لك بكام دي يا زعيم دي بعشرة
احنا مع بعضنا في البلد هنا والدنيا مرتاحه. يا عمي مرتاحه الدنيا، دورها بس شوف كذا الاول انت. بص مكان هذا كذا. ايه رايك؟ لا تمام. العدادات شغاله وبنيتها كلها 100 100. تمام يا عمي. بكام دي؟ ب10 يا صاحبي. 10 ما تتهاول معانا، احنا مع بعضنا. لا في كتاب 9.5. انا هاخدها ب9. خلاص ما فيش مشاكل يا عم. تمام خلاص. تمام معك كام دولار؟ انا دلوقتي معي 9. طيب ماشي هات. تمام ثم جاي مدقر في 9 عشان معك 9. اه خلاص تمام، صلي بينا على النبي. ما احنا نعرف بعض. انت حتاخذها وبكره ان شاء الله تجيني تاخذ ورقها. اتوكل. ماشي تمام. اخلع عاد انت. تمام يلا قلب. بكرة اجيك. ها ايوة بعد العشاء. تمام. مالا قد دقيقة يا حي. مكنة دي فتاحتي مسروقة مني من اسبوع. طب وانا اعمل لك دي فتاحتي؟ انا مشتريها من علاء. وديني لعلاء اللي اشتريتها منه دي. وديني عند علاء. ديك لعلاء؟ وديني عند علاء. انت احسن ما كان دي ما تركبهاش دلع. مركبهاش؟ وديني ليه انت اللي ماخدها منه. طب اوديك انا. لف كده. اوديك. لف لف. لف وديني ليه ده. يا عمي ده رجل. يا عمي اركب. بلا نشوف اخرتها دي. وديني يعني. نشوف علاء بيتي اللي ماخد مستيك من ديتي. اوه يا معلم علاء. تفضل. لا يخليك. يا عم الحاج. يا عم ريس. تفضل تعالوا. لا والله تعرف الرجل ده معلم علاء. لا اول مره اشوفه ده. طب ده صاحب المكنه. مكنه ايه؟ المكنه اللي مشتريها منك انا. انت مشتري مني مكان؟ مشتري منك مكان. ايه يا عم علاء فيه؟ الليل اللي بيلم علينا الشمامين والقطاطين ده. يا ولد ايه في انت جاي مالك دماغك في حاجه؟ يا عم علاء ما اخذ مني 9000 مسروقه من اسبوع. طيب مكنتك انا مالي وهو جاي يقول لي تعرف الراجل وانت تقول لي مكنتك مالي. قال لي انت بيع حاله. لا يا ابني انا مالي بيع القصه دي. قال لي انت اللي بيع راجل ما انت بيع. قال لي انت اللي بيع. يا ريس ما بيعش مكن انا. بقول لك انا ما بيعش لك المكنه الحمراء. يا ابوي مكنيته جايين سكرانين في الليل. جايين ما لممش غير عليه الشمامات ده. شو المكنه شبك الحساب ده؟ يا انت اللي سرقته اللي هو. يا ابوي انا ما اعرفش واحد فيكم. المكنه صرفتها ولا لسه دي؟ ما لها دي حسابها. سابها؟ انت ماخذ مني 9000. ايه في حاجة؟ فكرة المكنة دي فتاحة. بتاعت مين يا خالد؟ بتاعتي. انت اللي سرقها؟ ما سرقتش حاجة انا. بتاعت راكنك بقى. ما سرقتش حاجة. انت اللي سرقتها.